اليوم نكاتنا راح تكون من باب الشرجي، وخلي نشوفها تعبانة لو ينطلع بيها. عبيلي أكم جدي فتح دينات 92. ليش؟ ليش؟ فتح فرع ثاني. أكو في اليوم واحد محشش شاف ساعة واقفة جاب لها كرسي. أكو واحد دراج أخرس سلو شنو عشرتك يلوم بوو. أكو واحد قزم قادم في عرسية من رصيف. أكو واحد يعرف يحسب بس من الواحد للثنين فرحنا بالأسواق قال أعطينا اثنين بيبسي وواحد بيبسي. هذا أكو واحد راح للدكتور قال له خشم مسدود قال له انزل على التراوي. أكو واحد طلع من الحمام لازم توثيه بيده. ليش؟ ليش؟ خاف يضرب الهواء. بعدنا باب الشرجي وندور نكت، واليوم الجمعة مضروبة. لبن لبن لبن. حدنا متأخر ليش؟ ليش؟ يقال الحين مبادي. مخابرك مخابرك فيما بعد. بعد يوم واحد قاعد يم بيبيته. فسأله قال لي ايش قد صار أمرك؟ قلت له والله يا بيبي صار أمره 100. قال لي واخري من الشحن. هاي مرة كو طالب راح للمدرسة ما لقى الحارس قوة. هيك بس يوم واحد خبر زوجته زين قال اليوم تحضرين تعشى برا زين رجع للبيت لقاها مطلع صينيه مال عشا بالشارع. مرك واحد راح زار رجع طاولي. هذا نكت شوارع واريد نكته. نعم. كواد خلى فلوس بخشمه. ليش؟ ليش؟ قاعد اجوبها فيه. شنو الصدمه هاي؟ ما ادري والله. هاي نكته انا سامحها هوايه بس اوكي. بعدنا مستمرين وندور نكت من باب الشرجي. هذا السوق شو اسمه؟ بسوق هرج من باب الشرجي. نكت شوارع. كواحد سكران شاف قطعة بالشارع مكتوب عليها ممنوع الوقوف نام على بطنه. مرة واحد قاعد على المصطبة المهم هو سكران جاي ياكل تويسليس المهم جاي ياكل وقعد منه وحدة يسوي باحش باحش ما بي حلو يقوم ذب التويس عليه قال جيبوه تعاي. الهم ثلاث أنواع، هم حزين وهم سعيد وهم برجر. واحد دمه فار فار دمه فار لقيت وراه بزونه. نكت الشوارع وهسه احنا بالطيران. اعطيني نكته. اكو ثلاثه يمشون بالصحراء واحد يقول للواحد سوي لنا بكان. انا بالحله رحيت انا اهلي من الحله رحت الوقفه مال الطيور واحد اريد اشتري دجاج لقيت حجي عندها دجاجه قلت له السلام عليكم قلت له بعد كبدي بيش الدجاجه يا خاله قلت له ب 25 قلت له حجيت بيض قلت له لا تطبق سيراميك حشش عليها. اريد نكتة. والله ما اعرف. اريد نكتة. ما اثق شو له غروة. اريد نكتة. شلون الصحة؟ اريد نكتة. ثلاث نكتة. شباب حافظين نكتة؟ حافظين نكتة؟ نكت شوارع. اكو دودة تخاف تاكل شكر ليش؟ ليش؟ تصير بيها دود. لاعب فقر جاب جول. بلا عاد انضربت في العارضة. شوف ايش قد فقر العد هذا. اثنين اغبياء جاي يمشون سوا تعاركوا على يمشي بالنص. واحد اجى من العرب اشتغل ويا عمامه. ايه. حد معرض مال سيارات. ايه. ايه فمن يجي واحد على السيارة يقول لا وارد امريكي تعبانة. قال يا ابني تقول هيك شيء. قول سيارة مال معلمة ماشي بيها فترة وبعت لي. والله فترة جاء على شوفل. قال له شلون هالشبط؟ قال له والله ما المعلمه تروح بيها للدوام وجي. اكيد فد يوم بقره صار بيها جفاف قام طلع حليب طوز. اضحك اضحك. اكو اثنين صار عندي زوجه جابوا واحد عند شارع وحده سموه بالكفشة. هذاك واحد جاء من اربيل راح وين؟ راح لبغداد. فهو بالطريق هو رايح كمشى بالمرور قال له شنو خاله شو جاي تضرب اشاره؟ قال له لا عمي وهي الاشاره واشاره ثانيه ضربتها ما بيها شيء. قال له لا حجي عليك غرامه عليك. قال له ايش قد؟ قال له تقريبا 20,000. قال له صار تدلل هاي 20. قال له بدال 20 هاي 40. قال له شنو خاله 20 بس؟ قال له لا مو اخوي جاي وراي وسايبه عطلان على البصره فما لقى واحد يسحب له ابو بيم. قال له عم انا سايبه وانت بيم الله الله بيه. قال له ما لك غرض سحبه بالبيم زرقه صاحبه بالبيم الثاني صار مطالع نسوا هذا مكلب دقت 200 توقع هو قال له نوقف كرمش لك يرمش له وماكو
ابو السيطره خبر قال لهم كذا ابو سايبه هذول يمشون 200 اللي يطلعوا مش قد يمشي يا به نكت شوارع ما في شيء